جوراي علماني معارض وهو مصور تلفزيوني حر دخل الشهر الماضي إلى حلب برفقة فريق صحفي كولومبي. المجتمع التركي فعلا لا يعرف ما يجري. أنا أتشاجر حتى مع أمي وأبي، هم معارضين للحكومة وبالتالي هم ضد سياستها في سوريا. يتفق الأتراك أن بلدهم هي الأكثر تأثرا بما يجري في سوريا. الأراضي التركية تعرضت لهجوم أوقع قتلى وجرحى، فيما تجاوز عدد اللاجئين هنا أكثر من 100,000 لاجئ بحسب السلطات الرسمية، هذا فضلا عن قرار أنقرة بإيواء واحتواء المعارضة السورية بشقيها السياسي والأمني. على الرغم من كل ذلك يكاد الخبر السوري أن يكون شبه غائب عن الحياة في تركيا. قلما يحتل الخبر السوري مكانا على الصفحات الأولى للصحف التركية كما في عناوين نشرات الأخبار الناطقة بالتركية، على عكس الصورة المرسومة في وسائل الإعلام العربية وحتى الدولية والتي لا يتابعها الأتراك. غياب النقاش الداخلي حول الأزمة السورية جعل منها موضوع سياسة خارجية بامتياز، فمؤيد الحكومة يؤيد سياستها تجاه سوريا ومعارض حكومة إردوغان ينتقد سياستها، كما أن خصوم الحكومة التركية يتهمونها بعدم شفافية حول أي مجموعات من المعارضة تقوم بدعمها. كل وسائل الإعلام تقريبا تتواصل مع المعارضة السورية في إسطنبول وتجري لقاءاتها في إسطنبول، إلا أن الإعلام التركي بعيد كل البعد عن المعارضة السورية إلى حد كبير جدا. لا يتعدى المعارضين السوريين الذين ظهروا في وسائل الإعلام التركي أصابع اليد الواحدة. أكثر من 2000 نشاط توعوي قامت بها جمعيات مدنية موالية للحكومة مثل مظلوم دار أخفقت حتى الآن في خلق تواصل بين المجتمع التركي والوافدين إليه من السوريين. في شارع استقلال تظاهرات يومية، هذه واحدة تنتقد ما تعتبره سياسة الحكومة بأسلمة المدارس، وهذه أخرى تسائل الحكومة عن مصير معارض اختفى في تسعينيات القرن الماضي وتعتبر سياسة تركيا الخارجية إمبريالية. أيا كان موقف تركيا الرسمية من القضية السورية، فمن الواضح أن هموم الأتراك حتى الآن في مكان آخر تماما. علي إبراهيم، العربية، إسطنبول، تركيا.